بسم الله الرحمن الرحيم. هنادي حلواني معلمة قرآن مبعدة عن المسجد الأقصى بقرار إبعاد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي منذ عام الاحتلال وهو يهدف إلى بناء هيكل أسطوري في المسجد الأقصى. هيكل أسطوري مزعوم على أنقاض قبة الصخرة المشرفة، ولذلك هو يعني يقوم بعمل مخططات بدأت تظهر إلينا في الفترة الأخيرة على السطح. مخططات كانت من تحت الطاولة والآن بدأت تظهر هذه الخطط على السطح، وبدأوا يعلقون عدة أسباب كشماعة على الأسباب التي أو ما يرونه بأنه حدث معين هو سبب في افتعال أمر معين ليقوموا بتنفيذ مخططاتهم من تقسيم زماني ومكان على المسجد الأقصى، من بناء هيكلهم الأسطوري المزعوم، من هدم قبة الصخرة لا سمح الله. طبعا في يوم صبيحة 14/7 عندما سمعت نبأ استشهاد ثلاثي جبارين محمد جبارين، تأكدت بأن أمة محمد ليست بنائمة، وأنها كانت في إعداد، وأنها كانت تعد، يعني سباتها كان إعداد يؤكد للعالم بأنهم يعني بصدورهم العارية بأجسادهم يستطيعوا حماية المسجد الأقصى، يستطيعوا تغيير الواقع وتغيير المعادلة التي كانت في المسجد الأقصى لفترة طويلة من الهدوء أو من الأخبار اليومية التي كنا نسمعها من اقتحامات وتدنيسات للمسجد الأقصى، من مخططات كان الاحتلال ينوي تنفيذها لولا حدوث تغيير في المعادلة في تلك الفترة. الإرادة المقدسية والإصرار المقدسي هو السبب الوحيد. يعني إلى أين سينتهي هذا الشيء؟ طبعا النساء هم شرف الأمة، وكما المسجد الأقصى هم خط أحمر، إذا اعتدي على النساء وأبعدت النساء وجرت وسحلت ونزع حجابها عن رأسها ومنعت من دخول المسجد الأقصى المبارك، سيتمادى الاحتلال أكثر وأكثر، وسيتمادى على شرفنا المسجد الأقصى المبارك.